تبادل الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك التي تهم السلطنة وجمهورية أسبانيا الصديقة كانت محور لقاء معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار مع قائد السفينة الإسبانية ميتورو بحضور سعادة خوسيه أنطونيو بوردايو السفير الإسباني المعتمد لدى السلطنة والملحق العسكري الإسباني، وذلك لدى رسو السفينة بميناء صلالة.